المناظرة كانت طبعا قيمة وذات معنى وتحمل أهمية كبرى، لأنه أساس مجتمعنا يحتوي على نسبة عالية من الشباب، مجتمعنا مجتمع شاب. إذا ما وفرنا للطفل احتياجاته راح يتولد عنده الاتجاه الآخر وهو العنف، وطبعا هذا عواقب غير محمودة راح تكون تولد عنه. والله كانت المناظرة كويسة وفي غاية القمة الرائعة، لأنها كان في عنا حوارات بين رئيس البلدية وبين الأطفال. إحنا حملنا رسالة ووصلنا لها الرسالة، نعتقد أنه وصلنا الرسالة لرئيس البلدية وأعطانا وعود، وهي يعني صادقة 100%، يعني لأنه إحنا يوم السبت في عند اجتماع لرئيس البلدية راح إحنا نكون عضو مشارك في هذا الاجتماع. المناظرة كانت حلوة كثير ووصلنا رسالة جميع أطفال الشيوخ، يعني ونتأمل أنه يكون يعني اعطانا هو موعد ليوم السبت، ونتامل انه عن جد يتنفذ المشروع. كانت كثير حلوه يعني، وكان يعني في تواصل واسلوب حوار مبني حلو بيننا وبين الطرف الثاني اللي هو رئيس البلديه والمهندس. يعني احنا بتوقع انه وصلنا الفكره يعني من خلال طريقه الحوار اللي كانت موجوده. المناظره كانت واقعيه، واجرت المناظره بين الفريقين كانت ممتازه، لانه وصلنا راينا وصوتنا بالشكل الصحيح، وبعتقد انه راح تجيب نتيجه. حققت نجاح انه وصلنا راينا، وكان في تجاوب كثير من الطرف الآخر. وصلنا رسالتنا لأعضاء البلد ورئيس البلد أن يقوموا بعمل منتزه للقرية شيوخ. من خلال مشروع حوارات الأطفال حقوق المناظرات يعني كثير أعطتنا دورات تدريبات. أنا بالنسبة لي صار يعني شخصيتي قويت كثير، يعني أنه صار عندي جرأة كثير أحكي مع المسؤولين، ما بطلت أخاف يعني عادي. والله وصلت لهي المرحلة بجهود مشروع حقوق الأطفال حوارات ومناظرات. أعطونا مهارات عديدة لكيفية المناظرة، أعطونا تدريبات دورات يعني موسعة وشاملة، لأن كيف يعني يحطونا في يعني مستوى ان نقدر نناظر اشخاص امامنا بجهد الاستاذ حلمي يعني جميع الاعضاء المشاركين في مشروع حقوق الطفل حوارات المناظرات. يعني شعور حلو، لانك بتحس حالك واعي وبتخاطب في واعيين وبتسعى لهدف، ومن خلال اللي تدربت عليه بتكون حققت الهدف هذا. يعني بتمنى كثير اكون اني وصلت رسالتهم عن جد، يعني وانه اي شيء يعني يكون بدهم اياه عن جد بتمنى اني اكون وصلت لهم اياه، وان شاء الله بيتنفذ كل شيء بدهم اياه. بتمنى من كل شخص أو طفل يشارك في برنامج زي هيك، لأنه بتقوي شخصيته وبتخلي عنده جرأة أنه يحاور رؤساء وأعضاء مجلس بلدية.